الرز موجودة. اهي العروسة جت، ده جعفر هيتجلد. نورت يا عروسة. يا دي النور يا دي الهنا. جعفر هناك اهو. هتعمل اللي قلتلي عليه يا كارم؟ طبعا. انا عايز كل اهل المنطقه يسمعوا الكلمتين اللي هقولهم دول. عشان احنا اه، وانا احب اعرفكم الاخبار الحلوه. من النهارده الست سرايا تخصني. واللي زعلها يزعلني، وباذن واحد احد تخلص عدتها من هنا واتجوزها من هنا. تتجوز مين يا كيمو؟ يدا انت كل اللي رايح واللي جاي بيهزق فيك يا كيمو، يا اللي ما تسواش في سوق الرجاله قرش. اللي تتجوز المعلم جعفر العمده ما تعرفش تتجوز راجل غيره ابدا، راجل بحق وحقيقي. لما يتجوز واحده بيحميها ويكون سندها، مش بيتجوزها عشان يكيد زي النسوان. لا عاش ولا كان اللي يكيدوا يا ابن حماده فتح الله يا ناقص يا كيمو. احنا حظنا عامل كده ليه مع العيله دي يا تم يوسف؟ انا غلطان يا سرايا ان انا عملت لك كيمو. ولسه ده انا هفاجئك. اديله في الشبشب. ما تقرب. كشيت ليه لما لقيته في وشك يا كيمو؟ خفت يا كيمو؟ مش ده اللي انت كنت عايز تكيده؟ ما تكيده. ولا اقول لك اضربه، تعرف تضربه؟ روح يا كارم الله يرضى عليك. روح على محلك يا حبيبي. ولا نسيت لما كنت مرمي هنا وخدت اللي فيه النصيب؟ ودلال حشت عنك ياض، نسيت ولا ايه؟ متفكره يا سيد؟ اه ياض انت نسيت ولا ايه؟ لما كنت مرمي في الارض هناك، وجعفر لما اخذه كان حاطط رجله على رقبتك وانت عامل كده، وجت دلال قالت له والنبي يا جعفر ما تموتليش اتنين. انت نسيت ياض ولا ايه؟ هي مش قالت له كده برضه يا نعيم ولا ايه؟ الله ينور عليك يا سيد، هي دي الجملة اللي أنا كنت نسيها. فاكر ياد لما كانت رجله على رقبتك؟ ما تفتكر كده. أنا افتكرت، كان جعفر ساعتها حافي ولابس كلسون. هزو، أنت عيل هزو. المفروض بعد الكلام اللي أنت قلته ده كارم تخصني، تستنى عدتها اما تخلص وتبقى على ذمتك انت. اقل واجب ودي رحمه مني طنقتين في دماغك. بس ان شبشب حرمه يتنسل على دماغ راجل دي بألف طلقه. فمش هبقى انا والشبشب عليك يا كارم. ردتك يا سرايا وكيمو شاهد. حرامية. مبروك يا جعفر يا ابني. يا الله يا الله كده فنحت كده تصبر.